وزير التربية والتعليم الحقيقة الدكتور رضا حجازي كان من فترة كنا احنا حتى بنتكلم هنا في البرنامج على ازاي نقدر نحيي الفنون جوه المدارس، المسرح المدرسي، الموسيقى، التربية الفنية، حصة التربية الرياضية والبدنية وما إلى ذلك، زي ما كنا بنتكلم على مسألة الرحلات اللي تتعمل لطلبة المدارس في أرجاء جمهورية مصر العربية. والحقيقة معالي الوزير دكتور رضا حجازي يعني استجاب لنا بمنتهى السرعة في نفس ذات الحلقة مشكورا، وبدأت الوزارة تشتغل بمنتهى القوة كمان على إحياء المسرح المدرسي، وده بإذن الله هتلاقوه شغال بقوة وبمنتهى الحماس بدءا من الترم الثاني بتاع الدراسة، وهنا هتحصل رعاية حقيقية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكمان تعاون مع وزارة الثقافة. تعالوا نشوف التفاصيل، وينضم إلينا زميلنا العزيز الأستاذ شادي زلطة متحدثا باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ازيك يا شادي؟ يا شادي سمعني؟ هل تسمعني؟ حول. تحياتي ليك يا يوسف. ازيك يا شادي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. اخبار المسرح المدرسي والتعاون اللي بيتم ما بين الوزاره والمتحده ووزاره الثقافه، احكي لنا. هو الحقيقه يوسف ان طبعا خليني بس نرجع خطوه كده، بان وزاره التربيه والتعليم من بدايه العام الدراسي منتهجه استراتيجيه بناء على توجيه الدكتور رضا حجازي باهميه تطبيق يوم الانشطه لاكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها. الحقيقه ان الوزاره بتسعى لتطوير الياتها طبعا في ظل وجود توجيهات من القياده السياسيه باهميه اكتشاف المواهب. فالحقيقه ان تدشين المبادره وبدايتها باطلاق مسرحيه تقدر هي نقطه تحول لعمليه اكتشاف المواهب والاجراءات الخاصه بيها. عظيم. فخليني اقول لك كمان ان المبادره في حد ذاتها هي تعتبر اليه منظمه هتستخدمها الوزارة بالتعاون طبعا مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والمتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها كمان فيما بعد بالتعاون طبعا في الخطوات الاستكمالية مع وزارة الثقافة. كويس جدا. طيب كمل. عايز اقول لك بس ان شاء الله باذن الله بدء الخطوات التنفيذية للمبادرة هتبدا مع الترم الثاني فصل الدراسي الثاني، وهتستكمل يعني هتفضل ممتده طوال العام، مش هتنتهي مجرد انتهاء العام الدراسي. يعني تستكمل كمان في اجازه الصيف. بالظبط. هايل. هتفضل مستمره طوال العام. هايل. وطبعا هي من ضمن الخطوات فيها ان طبعا الطلبه اللي هيتم طبعا اشتراكهم في المبادره هتبقى زي مسابقات الاول على مستوى المدارس داخل الاداره التعليميه ثم المديريات المختلفه، ثم في النهائي بقى خالص هيبقى على مستوى الجمهورية إن شاء الله. طيب ده شيء عظيم جدا. طب شادي أنا يمكن هاخدك وأروح بيك على بلاد برة في إطار إنه النوع بتاع الأنشطة الفنية اللي بتمارس جوه المدرسة والولاد لما بيشاركوا فيها ثم يتفوقوا ويحصلوا على مراكز كبيرة بياخدوا زي درجات بتبقى بونص تضاف لي على إجمالي درجاته في المواد الدراسية المختلفة، وده بينفعه بعد كده وهو داخل الجامعة، حتى أن بعض الجامعات بره تيجي تقول لك لو ليك نشاط رياضي وإنجاز أو ليك نشاط اجتماعي وأنجزت فيه أو نشاط فني كبير وأنجزت فيه بندي لك منح. هل إحنا بنعمل حاجات زي كده عندنا في مصر أو إحنا بصدد أن إحنا نفعل مثل هذه الأمور ولا لسه؟ هو ده موجود في مرحله معينه فيما يخص النشاط الرياضي بس، وبيبقى عن طريق اللي هو تحقيق بطولات على مستوى الجمهوريه او كده. ولكن طبعا دخول طبعا مجالات ثانيه انت عارف طبعا يوسف بيبقى زي محتاج طبعا تشريع وتعديل عشان خاطر يبتدي يتم تنظيمه. يعني ما انا بقول لك ده بقى يمكن ان احنا نعرضه على معالي الوزير فيبقى في زي مشروع كده من الحكومه يجي على البرلمان نبدا نشتغل عليه. اظنه دي هتبقى حاجه لطيفه تشجع الطلبه والطالبات في عموم المدارس على الاقبال على الانشطه، لانه اولياء الامور زي ما انت عارف اول ما يجي ابنه ولا بنته يقول له انا هخش نشاط المسرح يقول له ركز في مذاكرتك. فانا عايز الولاد تتشجع واولياء الامور يبقوا شايفين انه ده بيضيف كمان للطالب، بيضيف له في موهبته وبيضيف له في درجاته. طبعا
طبعا انا خليني كمان اقول لك يوسف ان المبادره بيتم التجهيز ليها من سنه تقريبا. حلو. يعني تم خلال الشهور اللي فاتت حصر كافه المسارح على مستوى في المدارس المختلفه على مستوى الجمهوريه. جميل. وكمان يعني تم مراجعه كافه موجهي المسارح في المدارس. حلو. وتحديد المعوقات اللي ممكن تقف قدام مثلا وجود عدد مثلا معين من الاشراف من موجهي المدارس بالاشتراك طبعا مع وزاره الثقافه. كل الخطوات دي يعني تم حسابها بدقه وباذن الله ان شاء الله يعني هيتم تنفيذها بشكل دقيق جدا ابتداء من الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله. هل المدارس اللي مش هيبقى فيها مسارح وده مش هيبقى قليل، هل في الحاله دي هنقدر نستعين بالمسارح بتاعه قصور الثقافه التابعه لوزاره الثقافه في الحاله اللي زي كده؟ هيحصل، وهيحصل كمان ان ممكن يتم وجود طلاب في مدرسه قريبه مجهز فيها مسرح. حلو. أو لو حتى المدرسة اللي فيها مسرح محتاج رفع كفاءة يتم رفع كفاءته كمان. رائع جدا جدا جدا. سير يا نورماندي زي ما بيتقال. أشكرك جدا 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 يا شادي، كل الشكر ليك. زميلنا العزيز الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفني، زميلنا العزيز لأنه شادي صحفي يعني بارع كمان بالمناسبة.